أحدتك أقول لك إيه؟ ما أنا قلت لك آه. مال إيه اللي يرضيك يا دبور؟ الله يخرب مطنك. سلم الأرضيات للعرب أمانة، وهو خير من يصون الأمانة وعينه مليانة، وأنا أشتغل فيه. موافق، بس ليه أشار؟ أشرب. تخلينا أتدلى في نص الأرض؟ لا، ما أحصلش راس. يا دبور، أنت ما خبرش يا دبور ليه أنا وعلوان عاوزينك تتدلى في الأرض؟ ليه؟ عشان عاوزين نتجوز. اتجوزوني أنا؟ هو قال لي إن الدار القديمة أجيب لي البلد، هيروجها لك ويبيضها لك عشان تسكن فيها أنت وعروستك. طمن بالك يا ولد عمي، أنا من بعد مهجة مفيش بنت تملى عيني. مهجة؟ ده هيقلب لي في القديم عاد. يا ولد عمي، اللي ملوش قديم ملوش جديد. أنت قديمك كله يا دبور حرام في حرام، إيه اللي جد؟ خبر إيه يا أخوي؟ وعفى الله عما سلف وتبت من قديم وانت خابر زين. يا واد عمي ما تخربش بيت الله يعمر بيتك. علوان اخذ فلوسي ونفضني. علوان؟ ايوه علوان. لكن لا، انا هعرف اطلعهم من حباب عينيه. شازله وضحروق ما يتاكلش ابدا. هو عندك جوه؟ روح له وابقى قابلني. السواق جيس الحاج. طب يا فتحية، يا ساتر يا رب، والله الواحد ما قادر يتحرك. ايه مالك يا حاج؟ سلامتك. لا ما تتخضيش قوي كده، دول شوية برد داخلين عليا، حاس كده ان جسمي همدان وحاس بدوخة. خلاص تستريح، بلاش تنزل الشغل. بقولك ايه، انا هدخل اغلي لك ورقتين جواز. لا لا لا، لازم اروح الشغل، في ورق مهم لازم امضيه. يجيلك لغاية عندك؟ نقول للنور قول لها هو محطوط فين وهي تجيبه لغاية عندك. ولا اقول لك لا بلاش نورة، خلي السواق. لا السواق ما يعرفش، خليها هي اللي تروح احسن. ايه؟ واذا كان على اللي قصدك فيه مش هتلاقيه دلوقتي هناك، هو في البنك. اه اذا كان كده ما عنديش مانع. نورة يا نورة. افندم يا ماما. تعالي حبيبتي، بابا بعافية شوية النهاردة. ليه؟ سلامتك يا بابا، بعيد الشر، اجيب لك دكتور؟ لا لا دكتور ايه، دول شوية برد مش اكتر. سلامتك يا بابا. خدي مفاتيح المكتب اهي، في درج المكتب اللي على ايدك اليمين هتلاقي دوسيه ازرق، هاتهولي. حاضر يا بابا. وقولي لابو دبيكي يخلي فاروق يعدي عليا وهو مروح. ابو دبيكي؟ حاضر يا بابا. اسمعي. نعم. خلي السواق يجرش. حاضر يا بابا. ست نجس، صباح الخير يا ست نجس. بابا بيقول لك ابعدي عليه قبل ما تروح. حاضر. لا هو الحاج حسين مش جاي النهارده ولا ايه؟ هو تعبان شويه، عنده برد. لا سلامته، ألف سلامة للحاج حسين. ست نرجس، في حاجة؟ لا مفيش، بس كنت عايز أسألك سؤالك ده. سؤال إيه؟ أنا صدر مني لا سمح الله حاجة زعلتك. حاجة؟ حاجة دي؟ معرفش. طب لما تعرف ابقى قولي. طب بس في حاجة؟ لا مفيش. انت عايز تقول حاجة ما تقول. اها شوفي بقى حضرتك بتعامليني كيف. كيف؟ طب انت ما سألتش نفسك بتتجاهلني ليه؟ اهو زي ما انت بتتجاهلني انا بتجاهلك. انا بتجاهلك انت يا ست نرجس. ربنا عالم. يعني انا غلطانة؟ ايوه طبعا غلطانة، وما فهماش حاجة كمان. امال ايه بس اللي خلاني احس كده؟ ولا ليش عارفني بس؟ ربنا عالم معزتك في قلبي قد ايه؟ قصدي يعني معزتكم كلكم. اذا كان ليا معزة عند حد فيكم ما هتكونش واحد على قلبي من معزتكم عندي. كلنا؟ كلكم. وبنفس الدرجة؟ ربنا وحده هو اللي عالم اللي في القلوب يا سنرجس. طبعا اذنك انا بقى استنى. طب استنى، هو
اسالك سؤال شخصي؟ ايوه طبعا، ممكن تسالي اي سؤال انت عايزاه. انت متجوز السعيد؟ انا؟ وايه اللي خلى حضرتك تسالي سؤال زي كده؟ طب ما انت بتعرف تضحك اهو. ولا حب قديم هناك؟ حب؟ ولا عمره خطر لان ده ممكن يحصل حتى قبل اليومين دول. يعني اليومين دول فين؟ طب هستأذن انا بقى استنجس. ده انا كان المفروض اكون في البنك يمكن من ساعه وزياده. البنك هيقفل كده. طيب انا ما عرفتش انام امبارح خالص يا صلاح. ليه، كنت جعانه؟ لا، كل ما ترامي يعدي العماره تتهز زي الريشه، انت ما حسيتش؟ الحقيقه انا بحس بالقطر بس. ايه بتبصي لي كده ليه؟ اصل افتكرت وانت بتفرجها لي قعدت تقول لي مبنيه على حصيره ايه والاساس ايه والعمدان ايه. ايه بتبص لي كده ليه؟ دي زي ما اكون مبنيه على وش الارض. الله، جرايه يا ابو سينا، انت بتشكي في افكار المعماريه ولا ايه؟ لا 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 سمح الله، بس انا عايزه تفسير علمي عن الذي اشعر به اثناء مرور الترام. دي العماره بترقص زي ما اكون مبنيه من غير اساس. ده احنا في الدور العاشر يا صلاح. الله، ما ترد عليا وانا بكلم نفسي. الله، ارد عليك اقول لك ايه يا ابو سينا؟ سبق وقلت لك اللي انا كشفت عليها. كشفت على ايه؟ على العماره طبعا. هو ده اللي مخوفني. في حاجه تانية يا فاروق؟ سلامتك الف سلامه يا حاج. تروح بكره ان شاء الله تقابل الناس وتخلص معاهم على 30,000 جنيه. خلصت معاهم؟ خلصت. ما خلصتش سيبهم لكام يوم. حاضر يا حاج. إذا استلمت منهم فلوس توديها على البنك، مفيش فلوس تبات في الخزنة. تحت أمرك يا حاج. تسلم يدك يا ست نورة. الله، ده بيقول لك يا نورة. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، أنا أصلي بسمعكم تقولوا لها كده. ما تتخضش قوي كده، ما هو ده اسمها فعلا، بس أنا بهزر معاك يا راجل. أصل يا بابا ما بيحبش الهزار. نورة يا نورة. افندم يا ست الحبايب. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟ ايه اللي ايه؟ بقى انت اللي مدخله الحاجه الساقعه بايديكي، امال فتحيه لزومها ايه في قلب البيت ده؟ جرأي يا ماما بقى. جرأي يا ماما؟ امشي خش على اوضتك طوالي. يلا. اي اوامر تاني يا حاج؟ تشكر يا فاروق. طب استاذن انا وسلامتك الف سلامه. الله يسلمك يا فاروق، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا حاج؟ مفيش. ما تقلقيش يا حاج، فاروق ده مفيش زيه، ده عينه ما بتترفعش. اطمني، ربنا يقدرني واعمل الصالح. بس انا عايز اتاكد الاول من حاجه واحده بس.